تفضلي. المهرجان مسرح الكوميديا تجربة أولى يقوم بها مسرح محمد الخامس مع القطاع الخاص، وذلك لكي نقدم أكبر عدد من المسرحيات الكوميديا في وقت وجيز وفي فترة محددة، يتعرف الجمهور على الأعمال التي ساهم مسرح محمد الخامس في إنتاجها، وأعطى الفرصة هذه السنة للقطاع الخاص كي يكون مشاركا ومساهما معه في هذه المبادرة. دام المهرجان 6 أيام من الفرجة، كانت مسرحيات كوميديا جيدة جدا، ونجوم الكوميديا شباب ورواد يعني تألقوا في هذه الأعمال، وأعطتنا فرجة راقية لكوميديا الفودفيل. إذن بهذا اكتسبنا الجمهور، سيحضر كل سنة لتتبع هذا المهرجان، واكتسبنا القطاع الخاص كي يساهم في ترويج ودعم هذه الأعمال الفنية ولتقريبها من الجمهور، لأن القطاع الخاص تعهد بأن تكون المسرحيات الناجحة أو التي اخترناها في إطار المهرجان ستقوم بجولة فنية كبيرة في المدن المغربية لتقريب المشاهد أو الجمهور المغربي من مسرح كوميديا المغرب. طيب شنو الأعمال الناجحة حسب اللجنة؟ هي الأعمال كلها كانت ناجحة، والأعمال كلها كانت جيدة، لا مضمونا ولا إخراجا ولا تمثيلا ولا استنوغرافيا، يعني كل ولا الشباب الكوميديين شباب كانوا رائعين، لكن لتطلبات المحتضن كانت هناك مقاييس يجب مراعاتها. إذن اخترنا مسرحيتين، مسرح دارت بين الدورة ومسرحية العساس، هما اللي خدتهم وفكاش هي اللي غادي تكون بعد طيب الجولة. وبالنسبة للجنة من تكونات يعني الأسماء؟ اللجنة تكونت من ممثلين ونقاد ومخرجين وأحد رعاة القطاع الخاص هي اللي تكونت منهم من اللجنة، وكانت يعني لجنة يعني اشتغلت في جو يعني حميمي وبنزاهة، والأعمال كلها كانت جيدة. تحت رئاستك يعني ولا تحت؟ لا مش تحت رئاسي، كلنا رئاسة دير كانت جماعية رئاسة، ما كانش عندنا رئيس.